السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا معكم أحبتي الكرام. ما زلنا في هذا الويبينار المقدم من اي تربل اي عن طريق شركة كوالكوم. وصلنا الآن إلى ما يسمى بالديزايننج 5G نيو راديو. مثل ما ذكرنا، ان ار نيو راديو هو الاسم الجديد الذي أطلقته مجموعة ال 3 جي بي بي اللي هو الثيرد جنريشن بارتنرشيب بروجكت، اللي هي الجروب المسؤول عن ستاندرتايزيشن اللي هو تحويل ال 5G إلى ستاندرد عالمي. وأطلقوا هذا الاسم اللي هو نيو راديو على الـ 5G. وطبعا هناك الكثير من الباحثين حول العالم يعتقدون أنه هذا الاسم يعني هو اسم يعني غير معبر عن الـ 5G، إلا أنه على كل حال هم المسؤولين عن تحويله إلى ستاندرد، وبالتالي هم يعني المخولين بإعطائه اسم جديد. الـ 5G بدأ مثل ما ذكرنا كمشروع سنة 2011، واستمر العمل به، يعني تحول من مجرد أفكار إلى حقيقة علمية أو حقيقة صناعية بمرور الوقت. ووصلنا إلى أنه حاليا تم إطلاق ما يسمى بالريليس 15، اللي هو الإصدار 15 أو الخامس عشر من هذا الستاندرد. وسيتم وضع الرابط الخاص به في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو إن شاء الله للاطلاع على المزيد من التفاصيل. طبعا الكثير من التفاصيل اللي راح نتحدث عنها قد تكون غير مفيدة للمستخدم العادي وغير مفهومة للمبتدئين، إلا أنها راح تكون مفيدة جدا للباحثين المختصين في هذا المجال. الـ 3 جي بي بي ريليس 15 طبعا أسس الفاونديشنز للـ 5 جي نيو راديو، يعني كأنه الأساس لهذا الستاندرد، يعني هو يعتبر أول وثيقة حقيقية تحول الـ 5 جي إلى ستاندرد عالمي، بحيث أنه الآن الكثير من الشركات أصبحت جاهزة لإنتاج أجهزة الـ 5 جي بكميات تجارية. طبعا لتطوير الموبايل برود باند اند بيوند، يعني انهانسد موبايل برود باند، هذه هي التقنيات اللي تم استخدامها. اول شيء استخدموا السكيلبل او اف دي ام اللي هو اورثوغونال فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسينج بيست اير انترفيس، وطبعا هذا راح يوفر لنا افيشنتلي ادرس دايفيرس سبيكترم ديبلويمنت اند سيرفيسز. مثل ما ذكرت المختصين يعرفون هذا المقصود بهذا الشيء، الا انه يعني هذا الشيء قد لا يكون مفيد جدا للمبتدئين او المستخدمين في هذا المجال. كذلك استخدمنا الفلكسيبل سلوت بيست فريم ورك اللي راح نتحدث عنه ان شاء الله بشكل مفصل في السلايدات القادمه. استخدمنا ادفانسد شانل كودينج اللي هو استخدمنا ال دي بي سي او ما يسمى بالمالتي ايدج لو دنسيتي باريتي تشيك، وكذلك السي ار سي ايدد بولر. هذه هي تقنيات الكودينج اللي استخدمت. ماسيف مايمو اللي هو يعني عدد كبير من الانتنات في اجهزه الارسال والاستقبال. المايمو هي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، يعني تعني وجود عده انتنات في اجهزه الارسال وعده انتنات في اجهزه الاستقبال، بحيث انه حتى بعض التجارب وصلت الى مرحله تجربه وضع 4000 انتنه في الترانسميشن او الاي نود بي اللي هو البرودباند او البيس ستيشن الخاصة بهذه الأبراج لاختبار قابلية الإرسال والاستقبال والإفشنسي التي يمكن أن تتحقق من زيادة عدد الأنتنات من ناحية الكفرج ومن ناحية الكباسيتي. وأخيرا بالنسبة للموبايل مليميتر ويف، ذكرنا أنه الجزء الرئيسي من الـ 5G هو راح يكون هو الـ 28 جيجا هيرتز باند، واللي هو يعتبر مليميتر ويف باند. فكذلك يعني البحوث والدراسات حول هذا المجال أيضا مستمرة لحد الآن، إلا أنه يعني هناك كان هناك الكثير من الناس المشككين بإمكانية إضافة المليميتر ويف واستخدامه بشكل تجاري، إلا أنه هذا الريليس 15 يعني أزال كل الشكوك من هذه الناحية، وأصبح المليميتر ويف هو رسميا جزء من الـ 5G بالنسبة للأخوة والأخوات المختصين في هذا المجال والباحثين بهذا الموضوع. بالنسبة للسكيلبل 5G أو FDM نيومرولوجي، هذه الأمثلة اللي مستخدمة مثل ما ذكرنا. إذا كنا نستخدم outdoor micro coverage واللي راح يستخدم 700 ميجا هرتز باند، راح يكون فريكوانسي ديفيجن دوبلكس، راح يكون السب كارير سبيسينج هو 15 كيلو هرتز فقط، والباند ويث اللي راح يستخدم هو اما 1 او 5 او 10 او 20 ميجا هرتز. اما اذا انتقلنا الى استخدام الترددات اللي هي من 3 الى 5 جيجا هرتز، راح يكون السب سبيس او السب كارير سبيس راح يكون اكبر اللي هو 30 كيلو هرتز. كذلك الباند ويث ايضا راح يكون اكبر اللي راح يكون 100 ميجا هرتز. إذا دخلنا إلى الاندور وايد باند واستخدمنا السب الانلايسنسد 6 جيجا هرتز باند، راح يكون أيضا السب كارير سبيسينج هو 60 كيلو هرتز، وبنفس الوقت راح يزيد عندنا الباند ويدث إلى 160 ميجا هرتز. وأخيرا إذا وصلنا للمليمتر ويف اللي هو تردد أو النطاق الترددي على مستوى 28 جيجا هرتز، راح نستخدم التايم ديفيجن دوبلكس. لاحظ أنه عندما اشتغلنا في مسافات بعيدة الفريكوانسي ديفيجن دوبلكس راح يكون أفضل، أما إذا وصلنا لمسافات قريبة راح يكون التي دي دي اللي هو تايم ديفيجن دوبلكس راح يكون هو التقنية الأفضل ل 28 جيجا هرتز، وأيضا السب سبيس أو السب كارير سبيسينج راح يكون 120 كيلو هرتز، وبالتالي أيضا الباند ويث راح يزيد عندنا إلى 400 ميجا هرتز.
هذه هي الأرقام اللي أقرت من قبل الـ 3GPP. طبعاً هناك الكثير من البحوث والدراسات على أرقام تختلف، إلا أنه يعني هناك الكثير من البيبرات العلمية التي نشرت عن أرقام مختلفة عن هذه الأرقام، إلا أنها لم تحظى بالقبول من قبل الـ 3GPP، وبالتالي لم يتم وضعها في ضمن الستاندرد. طبعاً هذا لا يعني أنه هي غير مقبولة أو غير مفيدة نهائياً، لأنه هناك مجموعة أخرى اللي مثل ما ذكرنا الـ IEEE 802.11AY، هي أيضاً في طور الستاندردايزيشن للجيل الجديد اللي هو أيضاً يسمى 5G. هذه الجروبات الاثنين يعني تعتبر هي في حالة تنافس مستمرة، كل واحدة منها لها فد ايديولوجيا، فد تقنيات أو فد نظرية أو مفهوم عن الـ 5G وكيف يجب أن يكون. بالنتيجة النهائية مثل ما حصل سابقاً، راح كل واحدة من هذه الجروبات تقوم بإنتاج ستاندرد، ويفترض أنه بعد ذلك يعملون على عملية الـ interoperability اللي هو كيف يعني يقومون بالسماح لهذه الستاندرات الاثنين سوية أنه تعمل سوية في نفس الشبكة، وبالتالي راح تكون كل الشركات ملزمة بأن تكون أجهزتها موافقة للـ 3GPP 5GNR والـ IEEE 802.11AY. الـ Flexible Slot Based 5G Framework، هنا التقسيم النطاق الترددي، هنا نلاحظ أنه يعني أصبح فليكسبل يعني أو مرن بشكل كبير جدا، بحيث أنه يسمح بالكثير من التقنيات الحالية والمستقبلية أيضا. المستقبلية بالنسبة لنا مثلا نلاحظ أنه بالنسبة للبلاك سلوت بلانك سلوتس راح تكون هذه فقط للفيوتشر يوز. هنا نلاحظ أكو عندنا فد سلوت خاص للإي أم بي بي، هنا أكو عندنا أيضا بلانك سب كاريرز، هنا ديفايس تو ديفايس، هنا للمالتي كاست، هنا أكو عندنا للداون لينك كنترول، هنا للأب لينك كنترول، كل واحدة من هذه البلوكس، أيضا الـ URLLC اللي ذكرناه في المحاضرة السابقة. كل واحدة من هذه راح يكون لها جزء من النطاق الترددي، بحيث أنه يسمح لنا بتغطية مثل ما ذكرنا diverse devices, diverse services و diverse environments، يعني بيئات متنوعة وأجهزة متنوعة وخدمات متنوعة، كلها يتم يمكن وضعها في داخل السلوت الواحد أو في داخل الفريم الواحد الذي يتم إرساله واستقباله. كذلك مثل ما ذكرنا بالنسبة للسلوت duration، إذا كنا نشتغل على السب سبيس أو سب كارير سبيس أبو 15 كيلو هيرتز، راح نستطيع بالسب فريم الواحد نضع 15 واحد من أتن أو 13. طبعا كل سب فريم راح يكون هو عبارة عن 1 ملي سكوند، وراح يحتوي على OFDM سامبلز. هذه السامبلز قد تكون 13 إذا كان السب سبيس 15 كيلو هيرتز، قد تكون 2 فقط إذا كان السب سبيس هو 30 كيلو هيرتز، وكل واحدة من أتن طبعا راح تكون 500 مايكرو سكوند. ممكن أن يكون عندنا ما يسمى بالميني سلوت اللي هو فقط 2 من عندهم. يعني أيضا إذا صعدنا إلى 60 كيلو هيرتز سب كارير سبيس، راح يكون عندنا هذه السلوتات اللي راح نتحدث عنها، يعني ممكن أن تكون الميني سلوت 2 أو 4 أو 7. وأخيرا إذا كان لدينا السب كارير سبيس 120 كيلو هيرتز، راح يكون السلوت الواحد هو فقط 125 مايكرو سكوند. هذا أيضا يعني هي الديوريشن، الفترة الخاصة بكل واحد من هذه السلوتات عندما يتم إرسال واستقبال الفريمز في الـ 5G. The benefits of the 5G time division duplex self-contained slots، مثل ما ذكرنا time division duplex يستخدم للترددات العالية اللي هي 28 جيجا هرتز. أيضا راح يكون عندنا داون لينك كنترول، ثم guard اللي هو مسافة فارغة، ثم الأب لينك داتا، ثم داون لينك كنترول. النوع الآخر إنه يكون عندك الداون لينك كنترول ثم الداون لينك داتا ثم guard ثم SRS وacknowledgement، ثم يعني هذه اللي هي خاصة time division duplex، هذه الداون لينك وهذه الأب لينك. بالنسبة للفلكسيبلتي بالفريكوانسي ديفيجن دوبلكس، أيضا هذا اللي ذكرناه هو تايم ديفيجن دوبلكس للترددات العالية، الفريكوانسي ديفيجن دوبلكس للترددات المنخفضة اللي هي السب 6 جيجا هرتز باند، راح تكون أيضا أكو عندنا بالنسبة للفول داون لينك سلوت وفول أب لينك سلوت، راح يعني يتم فصلهن عن بعض. الداون لينك كنترول داون لينك داتا راح تكون هي فقط كلها داون لينك، بالنسبة للأب لينك راح يكون عندنا أب لينك كنترول أب لينك داتا، وكذلك هنا اكو ابلينك كنترول. بالنسبه للبارشير سلوت الفاستر هي داون لينك ابلينك، ايضا راح يكون داون لينك كنترول داون لينك داتا وابلينك كنترول ابلينك داتا. هنا راح يكون اكو عندنا فد جارد معين لانه راح تكون هي بارشل. بالنسبه للكودينج مثل ما ذكرنا استخدمنا ال LDPC لانه المالتي ايج لو دنسيتي باريتي تشيك، لانه مثل ما يعني اثبتت التجارب انه كلما زيدنا الكودينج ريت كلما زاد عندنا الثروبوت بالنسبة للLDPC أكثر من التيربو وأكثر من البولر كودينج ميثودز، وبالتالي تم استخدام الLDPC كستاندرد بالنسبة للـ3GPP في الريليس 15. مثل ما ذكرت هذه التفاصيل قد تكون غير مفهومة للبعض وغير واضحة، سيتم إرفاق الرابط الخاص بالريليس 15 من الـ3GPP في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو اللي هو راح يكون به إن شاء الله معلومات أكثر.
الاوبتمايز ديزايد من الماسيف مايمو. ماسيف مايمو مثل ما ذكرنا يعني هناك عدد كبير جدا من الانتنات في الترانسميتر والريسيفر. عادة تكون عندنا تم تجربة 256 انتنة إليمنت في البرج اللي هو اي نود بي او الجي نود بي مثل ما سموه حاليا. وطبعا الموبايل يوزرز قد تحتوي على ايضا عدد كبير من الانتنات ولكن هو لا تصل الى 256. 256 راح تكون هذه فقط في برج الاتصالات. اما بالنسبه للموبايل او الهاتف النقال او اليوزر اكوبمنت راح يكون في عدد الانتنات اقل من ذلك ولكنها ايضا ليس واحد يعني. ديزاين للتايم ديفيجن دوبلكس مثل ما ذكرنا ايضا يعني يمكن هذه عده تقنيات مستخدمه. اذا كان لدينا مثلا داون لينك كنترول ثم اكو عندنا 0.5 ملي سكند تايم ديفيجن دوبلكس سلوت ثم بعد ذلك تأتي الداون لينك للديتا داون لينك للديتا وهكذا. الكوالكوم مثل ما ذكرنا هي الشركة صاحبة هذا البرزنتيشن. قاموا بالكثير من التجارب في الكثير من الأماكن كثير من المدن الأمريكية وأثبتت يعني نجاحها وكفاءتها عند استخدام 4x4 مايمو. حصلوا 52 ميجا بت بالثانية. إذا صعدوا للماسيف مايمو اللي هو مثل ما ذكرنا يعني 256 أنتنة أو أكثر وصلوا إلى 195 ميجا بت بالثانية. كذلك إذا استخدمنا هذه إذا كانت الميديان يوزر بيرسيفت ثروبوت. إذا كانت سيل إيج يوزر بيرسيفت ثروبوت. سيل إيج هذه اللي هو إنه المستخدم يكون يعني على طرف الخلية أو على أقصى مسافة أو أقصى بعد عن البرج يعني أقصى بعد يستطيع تغطيته البرج أيضا يصل إلى مستوى 27 ميجابت بالثانية إذا كانت 4x4 مايمو و 79 ميجابت بالثانية إذا استخدم الماسيف مايمو. وطبعا هذه يعني هي تعتبر 3.8 يعني ثلاث مرات أو تقريبا أربع مرات أسرع من الموجود حاليا وهذه تعتبر تقريبا ثلاث مرات أسرع من الموجود حاليا. اللارج باندويث أوبورتيونيتي فور مليمتر ويفز مثل ما ذكرنا المليمتر ويف هي كل الترددات اللي هي أعلى من 24 جيجا هرتز واللي هي من 24 جيجا هرتز إلى 100 جيجا هرتز. اللي تم الاتفاق عليه حاليا هو 27 من 24 أو 27.5 اللي هو 28 تقريبا هو اللي تم عملية الستاندردايزيشن له وأضيفه إلى 3 جي بي بي ريليس 15. السب 6 جيجا هرتز باند اللي هي الترددات المستخدمة حاليا اللي هي 3.4 أو 3.6 أيضا تم وضعها ضمن ال 5 جي وهذه هي الترددات المستخدمة أو التي سيتم استخدامها إن شاء الله في ال 5 جي. موبايلايزنج مليمتر ويف و 5 جي أيضا يعني لاحظ هنا أنا بعض البحوث أو كثير من البحوث جاءت لدعم الموبايلايزيشن لأنه المستخدمين بين هذه الأبراج سيكون في حالة يعني حركة مستمرة. بداية ظهرت نظرية أنه المليمتر ويف تستعمل فقط في مجال اللاين أوف سايت. بعد ذلك تم إثبات أنه هي ليست فقط لاين أوف سايت وإنما لاين أوف سايت and نون لاين أوف سايت. وبالتالي هناك إمكانية أنه المستخدم يستلم مباشرة من البرج أو يستلم ريفلكشن انعكاس من البنايات أو الأشياء الأخرى اللي هو نون لاين أوف سايت أوبريشن. وأيضا يعني تم إثبات كفاءتها و أقصى مدى يمكن أن تغطيه هذه الأبراج اللي هو 150 إلى 200 متر. هذا تقريبا هو اللي هو ما تسمى بالألترا دنس نتوركس UDN. السبكترم أجريجيشن مثل ما ذكرنا أيضا يعني كل هذه الأمور تم وضعها وإرفاقها في النون ستاند ألون ستاندرد اللي تم إصداره حاليا أو الكارير أجريجيشن وأيضا سيتم وضعها أيضا في الستاند ألون ستاندرد في المستقبل. التوزيع الداون لينك والاب لينك مثل ما ذكرنا لترددات 28 جيجا هرتز 3 الى 5 جيجا هرتز و 700 ميجا هرتز كل واحده منها لها فالتقسيم معين للاب لينك والداون لينك اللي هو الاب لينك يقصد به البيانات المرسله من اليوزر اكوبمنت من الجهاز النقال الى برج الاتصالات الاي نود بي. الداون لينك اللي هي من الاي نود بي الى اليوزر اكوبمنت وهكذا. الفايف جي نيو راديو acceleration هذه حاليا هي تعتبر non stand alone اللي هي تعمل بها 5G بالتوازي مع 4G بحيث انه المستخدم للنقال اذا كان في منطقة معينة بحيث انه يحظى بتغطية قوية من 5G راح يتصل مباشرة بال 5G new radio او radio access network. اذا كانت التغطية بعيدة عنه او كان في منطقة معينة بحيث انه راح يتصل به الراديو اكسس نتورك الخاصه بال LTE اللي هي بال 4G وبعد ذلك الى الكنترول واليوزر بلين الى ال LTE EPC اللي هي نقطه التحكم. كذلك اذا اردنا نشغل الستاند الون فقط راح نحتاج انه نضيف ما يسمى بالنكست جينيريشن كور نتورك خاصه بال 5G اضافه الى ال EPC الخاصه بال 4G بحيث انه يكون عندنا مثلا المستخدم اما انه يستخدم ال 4G مباشره او يستخدم ال 5G بشكل مباشر.
وكلاهما يعني هنا اليوزر بلين راح يرضل يتصل بالاي بي سي، اما الكنترول بلين فراح ياتي الى النكست جينيريشن كور نتورك. Ongoing network evolution simplify the non-standalone وstandalone، هذه طبعا يعني هي كلاهما يعني تم وضعهم في مخطط واحد اللي هو non-standalone والstandalone. راح يكون عندنا ما يسمى بالedge cloud اللي هو راح يكون مسؤول عن التحكم بالradio access network بالنسبة لكليهما إذا كانت 4G وإذا كانت 5G. Driving 5G new radio evolution and expansion beyond the EMBB، هذه طبعا كل الأمور الأخرى اللي يتم العمل عليها حاليا. أيضا هذا الرابط الخاص بهذا البرزنتيشن سيتم وضعه أيضا في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو بالنسبة للأخوة والأخوات المهتمين بمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه التقنيات كلها. Making 5G commercial reality، طبعا المؤمل أنه بحلول 2019 راح يتحول 5G إلى حقيقة تجارية، بحيث أنه الشركات راح تبدأ بإنتاج الأجهزة الخاصة بال5G، وكذلك يعني مجهزي الخدمة سيقومون أيضا بدعم هذا الشيء. حاليا هو فقط مختص بال3GPP وبعض الشركات، بعد ذلك كل هذه الشركات راح تدخل بهذا المجال. وأخيرا الكوالكوم طبعا هي واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال أيضا، هي مستمرة في دعم هذا الموضوع من البداية وحتى النهاية إن شاء الله. طبعا هنا فد توضيح عن أول end-to-end 5G new radio interoperable system based on 3GPP standard، هذا تم إطلاقه في نوفمبر 2017 من قبل هذه الشركات ZTE وChina Mobile وكوالكوم، يعني يضم كل هذه الفيتشرز ووصل إلى حد 1.42 جيجابت بالثانية. هذا بقية السلايدات هي مجرد يعني هنا أيضا commercializing the millimeter wave in smartphone. لحد الآن هي واحدة من المشاكل الرئيسية اللي تواجه تصنيع الأجهزة النقالة اللي تدعم الميليمتر ويف، هو أنه يعني الميليمتر ويف مشكلتها أنه إذا وقف شخص أمامها يسبب البلوكج، بحيث أنه إذا كان هناك شخص يمسك النقال بطريقة ما بحيث أنه يكون إصبعه أو أحد أجزاء يده على الأنتنة، هذا راح يسبب يعني انقطاع الاتصال. وبالتالي أحد المشاكل الرئيسية هي كيفية مكان وضع الأنتنة في هذا الجهاز، بحيث أنه أو وضع عدة أنتنات بحيث أنه إذا المستخدم قام بعمل بلوكج أو إغلاق لوحدة من هذه الأنتنات بيده أو برأسه أو بأي جزء من أجزاء جسمه، بحيث الأنتنات الأخرى تكون أيضا لديها line of sight يعني خط اتصال مباشر مع البرج، بحيث أنه لا يتم إغلاقه دائما. فهناك الكثير من البروتوتايبس اللي مستخدمة حاليا أو التي هي في طور التطوير. هذه طبعا أيضا الشرائح اللي راح تدعم ال 5G في يعني أجهزة جلوبوكوم وغيرها. أخيرا يعني بالنسبة للناس المهتمين بمعرفة يعني أمور أكثر وتفاصيل أكثر عن أين وصلت عملية الستاندردايزيشن الخاصة بال 5G، يمكن الذهاب إلى globocom.com/5G، واللي أيضا راح نضع الديسكريبشن أو هذا طبعا الرابط راح يكون ضمن البرزنتيشن، والبرزنتيشن راح يكون موجود ضمن الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. شكرا جزيلا للجميع، وأتمنى أنه يكون هذا مجرد يعني فد شيء مفيد للناس اللي هم عاملين في هذا المجال، الباحثين المطورين المستخدمين وحتى للجهات الحكومية والأهلية المهتمة بمواكبة التطورات الخاصة بهذا الموضوع. شكرا جزيلا ومع السلامة، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.